برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان نواكشوط للشعر العربي والذي ينظمه بيت الشعر في نواكشوط بموريتانيا خلال الفترة من 23 وحتى 25 من فبراير الجاري. التفاصيل في رسالة موفد التلفزيون الزميل رعد أمان. بيت الشعر في نواكشوط إحدى الإشراقات المتلألئة لمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة الخاصة بإنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي. فرحة ومسرة غمرت كل أرجاء البيت، فازدان لاستقبال مواكب الشعراء الذين توافدوا عليه منذ صباح أول أيام مهرجان نواكشوط الثاني للشعر العربي، حيث عزفت الموسيقى وعلت أنغام التراث الفني الموريتاني الأصيل داخل ساحة البيت ترحيبا بوفد الشارقة وابتهاجا بعرس الشعر السنوي. حضر الافتتاح سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، الدكتور النان ولد المامي نائب رئيس جامعة نواكشوط، سعادة أحمد عبد الله التكاوي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في موريتانيا، ومحمد القصير مدير الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وجمع من الشعراء والأدباء والمثقفين وجمهور الشعر في موريتانيا. واستمتع جمهور الشعر في أول أيام المهرجان بالاستماع إلى عدد من الشعراء المبدعين الذين ألقوا قصائد عبروا من خلالها عما يعتمل في نفوسهم من مشاعر تجاه هموم الإنسان وتطلعاته وقضايا الوطن والأمة. قد كان تأسيس هذا البيت مناسبة كبيرة اجتمع فيها شعراء القطر وتناشدوا فيها أشعارهم وحسنوا فيها من مستوى لغتهم. لقد أصبح بيت الشعر في نواكشوط حاضنا حقيقيا للشعراء والموهوبين، فمنذ افتتاحه في بداية سبتمبر عام 2015 وهو يستنهض بفعالياته المتنوعة الحراك الثقافية والفكرية في موريتانيا، ويعمل على رعاية الشعراء والاهتمام بهم وبإصدار نتاجهم الأدبي والإبداعي. وفي مساء يوم افتتاح المهرجان استقبل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفد الشارقة برئاسة سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة وبحضور القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في موريتانيا. وقد أشاد الرئيس الموريتاني بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الإمارات وموريتانيا في كافة المجالات وخاصة الجانب الثقافي مع إمارات الشارقة، محملا الوفد نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. من جانبه نقل سعادة عبد الله العويس تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الرئيس الموريتاني، مؤكدا على استمرار العمل مع الجانب الموريتاني في المجالات الثقافية ومنها المسرح وما يخص اللغة العربية والشعر. وفي نهاية اللقاء أدلى سعادته بالتصريح التالي: سعدنا بهذا اللقاء الذي جمعنا مع فخامة الرئيس في هذا البلد المضياف الذي تتجدد فيه اللقاءات الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البلد الكريم الذي استضافنا عدة مرات في تعزيز التواصل الثقافي العربي من خلال المسرح ومن خلال الشعر ومن خلال اللغة الأم اللغة العربية. نشكر فخامته على هذا الاستقبال الذي من شأنه أن يعزز هذه العلاقات الأخوية بين البلدين. عاما بعد عام تكبر بيوت الشعر العربية التي غرست بذرتها الشارقة وتشب عن الطوق، وتكبر معها طموحات حولت الحلم إلى حقيقة، وما زالت تنظر إلى كل إشراقة تعزز دور الشاعر وترفد الساحة الشعرية العربية بالأصوات الجديدة الواعدة. لأخبار الدار كان معكم رعد أمان والمصور عقبة ربيع من العاصمة الموريتانية نواكشوط.